احدث الاجهزه احدث العلاجات في علاج الصدفيه. حاليا اكو حبوب خاصه، هاي الحبوب خلينا نقول الاعراض الجانبيه مالته اقل ونسبه نجاح عالي، نوع مختلف من الحبوب من الكبسولات طالعه. بس هاي العلاجات يرهم ويا الخلطات، خلينا نقول راح نكون في التركيبه بالجلد الخلطات من برا والحبوب من جوا، يعني عن طريق الدم. عن طريق الدم، نعم. وتقريبا يمكن شهر الى 3 اشهر الصدفيه تقل او تختفي، أو خلينا نقول. طيب خلينا نقول هذه اذا مدى يدخن. اكو اجهزه دكتور، اكو اجهزه خلينا نقول ما اعرف ليزر او غيره، لو هي اكو اجهزه، بس هاي الاجهزه مال الاشعه فوق البنفسجيه خلينا نقول. ايه مرات طلعت مال ليزر، بس صراحة نسبة نجاح ماله قليل خلينا نقول. ماكو نسب نجاح عالية للصدفية. طيب دكتور، تختلف العلاجات بين الصدفية ما أعرف المائية أو إذا بالشعر أو إذا يختلف. بالأظافر أو طبعًا. إذا هيك تختلف تماما. طبعاً يختلف. كل واحدة لها له خلطة خاصة مال كريم وحبوب أو إبر خاصة، أو يمكن نفس الإبرة بس الجرعة تختلف. مثلا مرات اذا الابره، مثلا اذا نبلش بالعلاج بالابره عن طريق الجلد خلينا نقول، نعم. اذا بالشعر الصدفيه موجود من الجرعه الخفيف للعالي، او مثلا اذا بالاظافر بالعكس من الجرعه العالي للخفيف وهكذا.